بابا خايتي في اللي بدي اقدم عليه. اجي قصي ليش؟ متابعين قناة أشواق عتبي، مرحبا بكم معنا. نتواجد الآن من محكمة الاستئناف، ويلاه سالت الجلسة عاوتاني اللي باقة اللي معروفة دائما بالقضية أو ملف باب دارنا دائما. لحد الساعة لم يبت في الأمر ديال المتهمين، وهناك تأجيل الجلسة 29 شهر 3. اليوم معايا إحدى المتضررات. السلام عليكم. عاودي لنا كيفاش في الأول كيفاش أنا مشيت شفت لي زافيش في الزنقة، ومشيت مشيت حدا العمالة ديال بسكورة، كاين المكتب ديالهم تما، كاين يد ديال البيع، وشتو لقيت الوراق كاين البلان مقاد داكشي. سولت على الارض، قال لي يلاه. مشيت شت الارض، كاينه الارض، كاين البني، كاين المشروع خدام وداكشي. سولت صحاب البني الطاشرون، قالوا لي ودي هذا ديال الباب دارنا. دونك هاد الجهاز دينا، مشيت للمحافظه سولت على ديك التيتر ديال هذيك الارض اللي بغيت نشري فيها، قال لي كاين، وكاين فيه واحد الحجز ديال من واحد البنكه فيه 60 مليون. قال لي ولكن ماشي شي حاجه بالنسبه لواحد الارض ديال قيمه الارض ديال 32 قطار. مشيت عند النوطير، ملي لقيت عندهم النوطير كان الثقه ديالي كبيره بان النوطير راه قانوني وهو اللي كينصحك. انا سولته وقلت له هاد الارض سليمه، كاين الوراق ديالها، حتى حاجه ما كاينش شي تعرض شي حاجه. قال لي لا، خاليه من المشاكل، ما فيها حتى شي حاجه. باش نوضحوا للمشاهدين بانه البيع تم عن طريق النوطير، يعني بالطريقه القانونيه اصلا. القانونيه عاد مشيت للمكتب وعطوني ذاك الكونترا ديال سميتو الاولى اللي غادي الكومبرومي دو فونت. شتو قريتو، لقيت شي حوايج اللي ما كانوش هما هذوك، ماشي لوجيك. شتو معاهم ديال التواريخ، دققنا معاهم، قادوا المسائل باش نسيني، ومشيت سنينيت وديتها لعند النوطير. من النوطير باش يسجلها لي، واكدت عليه باش يسجلها، والشيك خرجته بسميه النوطير، والنوطير عطيته 1,700,000 ديالو باش يسجل لي الفلوس ديالي. يعني خلصتي حتى الفلوس ديال النوطير، يعني كلشي قانونيا ومنصوب عليا قانونيا، ومن الناس اللي تنصب عليهم قانونيا. ما عرفتش الناس الاخرين اش داروا، ولكن انا عندي الثقه في الله وفي الملك ديالنا وفي الحكومه بان دير الخدمه ديالها. وحتى هذا الميساج غنوجهو لذاك سميتو الاداره ديال الموثقين، لان كاين مع احترامي لبعض الموثقين، ولكن بعض الموثقين بحال هذا فساد البلاد، خصو ياخذ الجزاء ديالو من القانون. وشكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله يكون خير في الجلسه الجايه ان شاء الله. وكنتمنوا ان القضاء يكون القضاء نزيه، وان شاء الله يكون القضاء ينصفك عما قريب. كيف ما شفتوا مشاهدينا الكرام، هذه القضيه باتت تعرف بمافيا العقار اللي باب دارنا، الكل يتحدث عنها، لان هذه ولات منذ سنه 2017 يمكن. كاينين الناس اللي عطاو الفلوس من 2015 ولحد الساعه هما مضرورين. معايا واحد السيده كان بغات تتكلم على الحق ديالها وعلى كيفاش هي تم النصب عليها. السلام عليكم لالا. السلام اختي، شو اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. عاودي لنا كيفاش انت، واش عطيتي الفلوس عن طريق نوطير؟ لا اختي، انا عطيت الفلوس، مشيت انا شفت اشهار وعطيتهم لهذاك الهشام بوعمراني في التلفزه المغربيه. يعني ما يمكنش التلفزه المغربيه شفت الاشهارات، صافي ملي شفت الاشهارات قلت ما يمكنش التلفزه غتكذب علي انا. يعني الانسان كيعطيك واحد البرودوي، واحد المنتوج، ضروري غتكون مراقبه. صافي مشيت لهذا البيرو ديالهم اللي كاين في بنو سينا، دخلت سولت الغد لي، قال لك نو هادشي راه كلشي مزيان، وهذه هذا المدير التجاري ديالو. وملي عاود سولت قلت له عندك سكون هادي ولا؟ قال لي الله الله يا ودي، حنا راه شركه عندنا هادي، وعندنا لاباتونس، وعندنا الاخصي، وعندنا، يعني راه ما يمكنش حنا نصبوا ولا هادي ولا هادي ولا هادي. المهم بعدا تفاهمنا معاه، خدينا سنينا، درنا ليغاليزاسيون، وبقيت كنتواصل معاه غير بار تليفون. كانت الوفاه ديال الوالد ديالي الله يرحمه مسكين،
موعده ما بقاش كنمشي ليغاليزاسيون درنا ليغاليزاسيون في المقاطعه يعني ما يمكنش ما تيقيش. ومن بعد الحمد لله درنا كاع جميع الوسائل القانونيه درناها حتى كنكتشفوا ان نهار 2019 السيد شد. شحال عطيتي ديال الفلوس؟ نكذب عليك بدون ارقام يعني انا داك الشيء اللي خدمته عطيتو ليه. الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. شنو تبغي تقولي اليوم للمسؤولين؟ اش نقول؟ حنا بغينا غير فلوسنا، ما بغينا والو، عطيونا غير فلوسنا، يشنقوا ولا يعدموا ولا يخرجوا حتى من دابا، حنا بغينا غير فلوسنا ترجع لينا. هاد الفلوس ديالك تعذبتي عليها بزاف. اختي خدمت عليها، كذب عليك، خدمت عليها ودابا انا ما خداماش، لا إله إلا الله. نقدروا نقولوا الشقة ديال عمرك كامل اللي جمعتي. الحمد لله، اش نقول لك اختي؟ الإنسان الحمد لله الحمد لله. عرفتي الإنسان اللي كيخدم بعرقه وداك الشيء ما يمكنش تسمحي في حقك. نقولوا انت داك الشيء الثمره اللي ضربتي في حياتك كامله باش ديري قبر الحياه ربما. اه هادشي اللي كاين اختي، هادشي اللي كاين حطيتها له في الاخر انت دالينا حب. اش نقول لك؟ كتحسي بالحقره. المشكلة انك تنصبتي بالقانون، ها اللي بقى فينا. كل غير يعني كتقولي كيف القانون لا يحمي المغافين، حنا ماشي مغافين، حنا تنصب علينا بالقانون. قانونيا. يعني الاشهارات اللي سماب ما يمكنش لك ما تيقيش. ولا الى محمد رسول الله. اش نقول لك اختي؟ راه حنا كنخرجوا من الجلسه راه اش نقول لك معاناه نفسيه. الان تم تاجيل الجلسه حتى 29 في هذا الاخر ديال هذا الشهر 29/3 ان شاء الله. ان شاء الله كنتمنى بان القضاء ياخذ المجرى ديالو في اقرب وقت ممكن ان شاء الله وتسمعوا اخبار مزيانه يعني كل ذي حق حقه ان شاء الله. كل اللي عنده شي حق يعاود يرجع ليه، اللي مضرور من الفلوس ديالو يرجعوا ليه، واللي دار العقوبه ياخذ الجزاء ديالو. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتفرج من عنده. حنا بغينا غير حقنا، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير فلوسنا ترجع لينا، ما بغينا والو. حنا ماشي احنا مظلومين، ماشي ظالمين. والله كنجيو للجلسه يعني ما نكذبش عليك، كنبغيو ولكن كنعيشوا انا سنوات كنعيشوا بحال ولا كابوس عندنا. والله الا ما كنجيو للجلسه بحال جايين على عينينا، رزقنا عطيناه ولينا تابعين. شنو كنتي كتنتظري اليوم؟ اليوم كنتظر شي حاجه يعني اش نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الا اللسان يعجز عن الكلام، يعني حتى الكلام اللي كتبغي تقوليه ولا كيهرب لك. هذه دورة الحق والقانون، كتقولي دورة الحق والقانون. ما يمكنش الانسان في هذه البلاد يوقع في هذا الشيء، لان عندها مؤسسات دياله، عندها حنا كنناشدوا من هذا المنبر جلاله الملك انه يدخلنا في القضيه ديالنا وينصفنا. صافي هذا الشيء اللي بغينا ان شاء الله يكون خير. وكيف ما سمعتوا كانت هذه الاراء ديال بعض المتضررين. كنتمنى بان القضاء ياخذ المجرى ديالو، وان شاء الله الجلسه 29 في شهر مارس الجاري يكون هناك جديد اللي نفرحوا فيه كاملين. شكرا لكم، وصلتوا معنا لنهاية الفيديو. كانت معكم ماريا فسحي، خلف الكاميرا أشرف عوينة. لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.